السيد أحمد الهلاوي رئيس المنطقة الحضارية الأولى، السيد حسين الدين فائد رئيس تونس الأولى، السيد عبد العالي الحالي رئيس الحكفاتي، السيد محمد عزوزي قائد السويدية القديمة، السيد رشيد بدرتي قائد العمارة، السيد عبد الحق الملكي قائد الزكاة، السيدة كريمة الشرقاوي قائد المحافظة الإدارية 13، السيد رجل الركاز قائد المحافظة الإدارية 9، السيد رضوان السليم قائد المحافظة الإدارية 6، وأضيف بجانبه من أجل تقديم الدعم والمساندة للسادة رجال السلطة الجدد المنصبين اليوم وعموم رجال السلطة وذلك لقيام بمسؤوليات مناصبيهم على وجه الأمثلة. متمنين لهم السداد والتوفيق في مهامهم الجيدة، مستلهمين ومتشجعين بخطاب ملكه السابق، متقيدين بتطبيق صاحب المكان في جميع مجالات اختصاص المفاتيح. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير وسائل الله بأكلنا. تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك السادس صلى الله عليه وسلم. وأقر عينكم ولعهد الأمير الجليل ولي الحسن وشكا أفراقه بسلوك صاحب السمو الملك الأمير ولي الرشيد وسائر أفراد أفراد الملك الشريف إلى سبيل المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة وسلاما موصولين دائمي الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام. اللهم يا أكرم من رفعت له أقف الرغبة والسؤال، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تحفظ مولانا الإمام وسيدنا الهمام أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدفعه إلى الخير وتعينه عليه وتقربه منه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.